بالنسبه للمشكل ديال التبول الارادي هي واحد الاضطراب اللي كنلقاوه كثير بزاف عند الاطفال تقريبا في السن ديال 6 ل 7 سنوات تقريبا كيقيس 15% ديال الاطفال وحتى لسن المراهقه كاين الاطفال اللي حتى ل 1.5% اللي كيبقى عندهم هذا المشكل هذا وقليل منهم اللي كيبقى المشكل ديال التبول الارادي حتى كيوصل لسن الرشد. التبول الارادي هو اول حاجه خصو يكون تشخيص صحيح ليه لانه كاينين بزاف ديال مثلا الوالدين اللي كيجيو كيشوفوا الطبيب على التبول الارادي وهما ما فاهميش امتى كنديروا التشخيص ليه يعني انه كنهضروا عليه انطلاقا من سن ديال 5 سنوات وخصو يكون على الاقل عندنا واحد الحادثه من 5 إلى 6 سنوات على الاقل جوج الحوادث في الشهر وانطلاقا من 6 سنوات على الاقل انه هذا الطفل هذا دار واحد الحادثه ديال التبول مره في الشهر عاد باش ديك الساعه كنقدروا نهضروا بلي راه كاين مشكل ديال التبول لا ارادي وخصها تبقى واحد المده على الاقل ديال 6 شهور. دونك اول حاجه كنبداو بتشخيص صحيح ليه عاد ديك الساعه كندوزوا الاسباب واش اسباب اللي عضويه واش اسباب اللي نفسيه واش اسباب اللي علاقات اللي كتكون شي مرات كتكون عندها علاقه اما بالعلاقه ديال الطفل بالاسره ديالو او بالمدرسه ديالو. اذا في البدايه دكتوره ايمان خص الاسره تبين شنو هي الاسباب ديالو او يعني شنو هو منشأه واش عضوي او لا نفسي بطبيعه الحال خصهم يتوجهوا عند الطبيب العضوي في البدايه او طبيب الاطفال وبالتالي يمكن يتم الاحاله ديالهم على الطبيب النفسي على ما اعتقد ياك. تماما لانه في الاول كيشوفوا طبيب ديال الاطفال او طبيب عام اللي كيحيد يدير بعدا واحد يعني واحد لو بيلون باش ما كيحيدش الشك في واحد الامراض عضويه منها اللي كنقولوا حنايا التهاب مثلا ديال المثانه مشاكل ديال هذا السكري شي مرات كيكون يعني واحد التشوهات الخلقيه في الجهاز هذا البولي شي مرات كيكون عنده علاقه بحتى واحد النوبات ديال الصرع اللي كتكون في الليل اللي تقدر تعطي المشكل ديال التبول الارادي شي مرات كتكون كنقولوا حنا المثانه العصبيه يعني ما كيكونش تقدر التحكم في هذا البول يعني بزاف ديال الاسباب العضويه اللي كيحيدها اما الطبيب العام ولا الطبيب ديال الاطفال ولا تحت الطبيب ديال هذا المسالك البوليه قبل ما نتكلموا على يمكن انه راه كاين اسباب نفسيه واخا هي اللي كثيره باش انه تيحيل هذا الطفل هذا على متخصص الطب النفسي للاطفال والمراهقين.